كل شيء انتهى على خير، ما هيك؟ أخيرا، بهالمناسبة بدي أكل المهلبية فورا. بس وين المهلبية؟ بابا أنا اللي رح حل لك مشكلتك. هلأ بقوم نادي نانديني وبتجي هي والمهلبية. ما بدي إياك تكتر مهلبية، بيصير معك سكري لا بعدين. لا تخافي، باكل وحدة أو تنتين مو أكتر. نانديني؟ ما رح أقدر بعدلك، طعميني شي شغلة طيبة. بريم، هلأ بتاكل برا، الأكل صار على الطاولة. لا، بدي أكل هون. هون ما في أكل، يلا لبرا. ردي علي، يلا حبيبتي. ناويين تجيبوا المهلبية ولا أجي أنا أجيبها؟ لا، بريم. نفدتي ولا كانت خلصت كل المهلبية اللي هون؟ خلص. تفضلي، خلينا نطلع حتى نطعميهم. مخبية الحقيقة عن الكل، بس مو بعد هلأ. لازم خبر جوتام، ما فيني اخفي عنه هيك شي مهم. مستحيل يسامحني بحياته. لو حدا من قرايبينا عرف انه هيك شي صار مع نانديني كان ممكن يقتلها فورا، وهي كانت ماتت بدون ما تعرف اصلا شو صار معها. يلا بسرعة، وصلت المهلبية. تفضل بابا، إلك أول وحدة. يسلموا هالإيدين. تفضل بابا. صدقيني نانديني ما بتعرف شي عن الموضوع، ونحن ما حكينا أي شي لأي حدا. لازم أقول لبريم على الحقيقة. يلا تيتي، كلي وحدة. نانديني عملتهم كتير طيبين. إيه طبعاً أنا بدي أكل. الله بعت لنا كنا شاطرة بالطبخ. دوقي وحدة أورميلا، يلا. طبعاً هي وحدة إليك. باي أنت بتشهي وطيبة. كتير طيبة، يسلموا. إيه أنا بضيفة لمرت عمي.